إلى ذلك قُبل قرار الأمم المتحدة بشطب السعودية من القائمة السوداء لقتلة الأطفال برفض واسع من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها العفو الدولية، والتي أكدت أن هذه الخطوة تشكك في مصداقية الأمم المتحدة وتجعلها على المحك. خطاب دولي واسع أزاي رفع الأمم المتحدة لاسم التحالف السعودي من قائمة انتهاك حقوق الأطفال في اليمن. هذا ما عنونت به صحيفة الاندبندنت البريطانية افتتاحيتها، مستندة إلى آراء عدد من المنظمات ونشطاء الحقوق الدوليين المناهضين للحرب على اليمن. كما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات منددة بالتراجع الأممي المخزي الذي حاب المال السعودي على حساب 6000 طفل يمني قضوا على يد ذلك العدوان. معظم تلك التغريدات السالها في لابناء مدير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي وصف إزالة السعودية من قائمة العار للانتهاكات ضد أطفال اليمن تسييس عار ومكشوف، كما أنه تبييض أممي واضح لجرائم السعودية ضد الإنسانية. ممثل منظمة العفو الدولي لدى الأمم المتحدة ريتشارد وصف ذلك التراجع بأنه ركوع أممي لصالح السعودية، مستغربا ذلك خاصة وأنه جاء بطلب من الدولة المنتهكة نفسها، مؤكدا أنه من الطبيعي أن تستهن السعودية التشهير بجرائمها، ولكن الأغرب أن تستجيب الأمم المتحدة لمثل هذه الضغوط. كما انتقد المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن سجاد محمد ساجد قرار الأمم المتحدة شطب تحالف دول العدوان على اليمن بقيادة النظام السعودي من اللائحة السوداء للدول والمنظمات التي تقتل الأطفال في النزاعات، واصفا القرار بأنه فشل إخلاقي ويتعارض مع معايير الأمم المتحدة في الوقت ضد تلك الانتهاكات. من جهته أكد الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان إن سحب اسم المملكة من التقرير لا يعني تبرئتها من دماء الضحايا اليمنيين، الذي أكدت أرقام الأمم المتحدة إن عددهم زاد عن أكثر من 6000 قتيل، وحتى إن برأتها الأمم المتحدة استجابة لضغوط المال والنفوذ فإن الشعب اليمني والتاريخ ومنظمات حقوق الإنسان لن تبرئ حكومتها من هذه الجرائم المستمرة منذ انطلاقة عاصفة الحزم.